تشكل البحار والمحيطات 71% من الأرض، حيث تلعب دورا هاما في إحداث توازن البيئي بفضل الدور الرئيسي الذي تلعبه داخل هذا النظام: الأرض، المياه والجو. يعترف العلماء والباحثين أنه تم اكتشاف أكثر من 90% من سطح الأرض، لكن لحد الآن لم يتم اكتشاف إلا 8% من أعماق البحار والمحيطات. تنقسم الحياة البحرية إلى قسمين رئيسيين: الكائنات الحية والوسط الحيوي الذي تعيش فيه، حيث قد يشتركان ويختلفان في مؤثرات فيزيائية وكيميائية، كل على حسب المناخ والمنطقة الجغرافية وغيرها من العوامل. يعتبر البحر المتوسط من البحار المغلقة، حيث يتميز بكثرة اشتراك الدول فيه، سواء إفريقية، أوروبية أو أسيوية، كما يتميز بكثرة الوديان التي تصب فيه، ويعتبر طريقا تجاريا ومنطقة استراتيجية لكل بلدان المنطقة. كل هذه الخصائص والصفات التي يتميز بها جعلته عرضة للتلوث، وبالتالي يواجه خطر تلف الثروة البحرية الموجودة فيه. هذا ما دفع شباب جمعية نوتيليس دلس، الكائن مقرها في شاطئ ليسالين بلدية عفير ولاية بومرداس، على حماية شواطئ البلدية من أخطار التلوث، محاولة إثراء الوسط البحري عن طريق استعمال طرق بيولوجية صديقة للبيئة. يعتبر مشروع الجمعية لسنة 2013-2014 الأول من نوعه في الجزائر، والثالث في منطقة البحر المتوسط. ويتمثل هذا المشروع في إعادة غرس نبتة بوزيدونيا أوسيانيكا في أعماق شاطئ ليسالين. يهدف المشروع إلى إعادة التوازن البيئي بين أعماق شاطئ سيدي سليمان الغني بمختلف الكائنات البحرية، وخاصة نبتة بوزيدونيا، وشاطئ ليسالين الذي يتميز بندرة الكائنات البحرية نظرا لخصائصه الرملية. وبعد دراسة موقع إعادة غرس هذه النبتة ومعرفة خصائصها المناخية، الإيكولوجية، الفيزيائية والكيميائية، قام غطاسو الجمعية بتهيئة موقع الغرس عن طريق الربط بين عمق الموقع وسطح البحر بواسطة حبال لتسهيل معرفة الموقع فيما بعد. وتم تحديد المساحة ب 900 متر مربع. بعد ذلك قام غطاسين مختصين في غرس النباتات البحرية بنقل هذه النبتة من منطقة سيدي سليمان إلى موقع الغرس في أعماق شاطئ ليسالين. استعملت ثلاث تقنيات لغرس هذه النبتة: تقنية التشبيك، وتعتبر هذه التقنية من أنجع الطرق لغرس النباتات البحرية، حيث تغرس النبتة في الرمل ثم يتم وضع شبكة حديدية فوقها. تثبت هذه الشبكة في الرمل وتعمل على مساعدة النبات في مقاومة التيارات البحرية. التقنية الثانية هي تقنية الأنبوب. يتم إدخال الأنبوب في الرمل، ثم يستخرج الرمل من الأنبوب ليتم وضع النبتة مكانه. يضمن الأنبوب مقاومة النبتة ضد التيارات المائية. التقنية الثالثة هي تقنية المثبت. يتم ربط النبتة بهذا المثبتات المكونة من مادة الحديد، ويتم تثبيتها مباشرة في الرمل. تستعمل هذه التقنية لتسريع عملية الغرس، لكنها أقل مقاومة ضد التيارات المائية.
الانتهاء من عملية الغرس يتم فحص النباتات عن طريق القيام بعمليات غوص دورية لدراسة مدى تطور المشروع. تظهر نتائج المشروع بعد عام على الأقل من بداية الغرس. من نتائج هذا المشروع إعادة إحياء المنطقة عن طريق تلب الكائنات البحرية للعيش فيها، خلق تنوع بيولوجي في المنطقة، المساهمة في الحد من تلوث الموجود في المنطقة، والمساهمة في منع انقراض هذه النبتة من البحر الأبيض المتوسط. كما قررت الجمعية وبالتشاور مع رئيس بلدية تعفير إنشاء سلات لجمع النفايات في شاطئ لصاليم، بعد أن لاحظ أعضاء الجمعية زيادة نفايات البلاستيكية في هذا الشاطئ، حيث تم استرجاع بقايا ورشة البناء لاستخدامها في هذا المشروع. بعد وضع السلات على شاطئ لصالين، قام أعضاء الجمعية بحملة توعوية من أجل استخدام هذه السلات وعدم إهمالها. يهدف المشروع إلى إرساء ثقافة النظافة والحفاظ على البيئة سواء في شواطئ البلدية أو في قرى. بعد أيام قليلة لقي هذا المشروع استحسانا من طرف المواطنين والسلطات المحلية بما فيها الدرك الوطني والحماية المدنية، ونالت الجمعية إشادة من طرف الجميع. حيث ظهرت شواطئ لصالين في أبهى صور النظافة والجمال، وهذا ما جعلها تجلب أنظار المصطافين.